البيانات هذه تسربت بواحدة من طريقتين، إما شخص موظف في الشركة نفسه سربها لسبب أو آخر ما احناش دارين إيش فيه، أو إن الداتا بيس أو القاعدة الأساسية للبيانات حق شركة الامتياز للحوالات تعرضت للاختراق وتم تسريب هذه البيانات. البيانات ببساطة هي للحوالات المجمدة. كيف يعني الحوالات المجمدة؟ يعني الحوالات اللي مضى له فترة طويلة وما حد جاء استلمها. هذه من شركة حوالات واحدة فقط بس عادها جديدة الامتياز، ما بالكم النجم كم عنده مجمدة والكريمي ودادي والحزمي. الكريمي لأكثر من مرة، مثلا أشخاص يحولوا لي زلط لأكثر من مرة الكريمي ما يجيليش رسالة وما أعرفش إيش الحلول. الخطوة الأولى لحل هذه المشكلة عزيز المواطن لازم ما تتأكد من الشخص اللي رسلت له. يعني في بالنسبة للصرافين والبنوك في العالم كله، الصرافين والبنوك والناس هؤلاء اللي بيحولوا بيرسلوا للشخص تنبيه أكثر من مرة، بيرسلوا لك في نفس وقت رسالة الحوالة، بعدين يجلسوا يومين ثلاثة ويرسلوا لك ثاني مرة، بعدين يعلقوها، بعدين بعد شهر يتواصلوا معك، وفي بعض الدول يتصلوا لك اتصال. عندنا في اليمن لا، ايش الوضع عندنا في اليمن؟ سكتة، اسكتوا، يمكن المواطن هذا يموت ولا يقع براجع رصاصة ولا حادث ولا يخطفوه ولا يمرض ولا يفقد الذاكرة، يشتوا يقرحوك جو امد تنسى الحوالة هذه دخل جيبه يزرطه يصير يخزن ويتغدى. حكومة صنعاء إذا تكرمت يعني تجتمع لنا مع الصرافين هؤلاء وتلزمهم إلزام إنه أي صراف أو نظام مصرفي تتم عن طريقه حوالة بلغ المستلم مرة في نفس اللحظة ويبلغه مرتين ويجلس فترة كم يوم يبلغه مرة ثالث جاري منو اللي ينسى حوالة. علي الحرام إننا أنك على عند الصراف قبل ما توصل الحوالة، قد أنا عند الصراف عاد الرسالة ما قد وصلت لي، وقد أنا عند الصراف أدور أسحبه أديله الرقم وعاد الرقم ما قد دخلش بالنظام. إنه ينسى حوالات عندنا باليمن هذا الأيام يا خبرة، ما هذا هؤذا عايشين باليمن نفس اللي إحنا بينا اليمن الحروب والأزمات ولا بيا يمن هؤذا؟ ينسى لي 50,000 دولار و40,000 دولار، يعني معقول نبي عندنا ناس أثرياء لدرجة إنه ينسي 50,000 دولار حوالة أو يدعمه ساعة يوم أنت مثلا تدي له الباص 250 وهو يرد لك 100 ويقول لك ما بيش معي 50 وانت تقول له يلا سامحك الله حسبك 150، ما اقول انه من سوس على 50 اللي ننسي لاصحاب البصر. اي تدور اسمي، امس دورت اسمي اسامة، اسامة محمد، اسامة كنت اشتي حتى واحد يشبهني هكذا انقز، بس انقز الفرحة هذه حق يشبه ما بيش. هذه تسربت بواحدة من طريقة، اما شخص موظف